العيشه اللي في تونس ما تسميش عيشه، معناها تونس ضغط على الشعب باش طلعوا مهبول. تونس معناها تبيع له في الزطله، تبيع له في الدوايات باش هو يتخلق مهبول تونس. شنو هي الحاجات اللي نجموا نختاروها باش نبعدوا نتفادوا المرض هذا؟ السلق هي اللي تطهر كل شيء، العب واضحك وشيخ وبعدها تزمر بيناتك، ما تمرضش بالمرض النفسي. كي المرض النفسي مربوط بالامراض العصريه؟ لا لا، المرض النفسي كل واحد يتخلق به، يتولد عنده مرض نفسي، مش ما عندوش بالامراض العصريه. كيفاش؟ يتولد في العيله نتاعو، معناها كل واحد وعيلته كيفاش تخلقت، معناها يعني يولي مريض نفساني جراء العيله اللي هو فيها. صحيح، جراء البيئه اللي عايش فيها هو، واللي عنده ضغوطات نفسيه. صحيح هكاك. لكن تونس الثالثه افريقيا في المرض النفسي، مسجله الثالثه افريقيا. خاطر تونس العيشه فيها العيشه اللي في تونس ما تسميش عيشه، معناها تونس ضغط على الشعب باش طلعوا مهبول. تونس معناها تبيع له في الزطله، تبيع له في الدوايات باش هو يتخلق مهبول تونس. يعني حسب كلامك اللي المرض النفسي جراء المعيشه وجراء العائله، كيفاش عبد يوقي نفسه من حاجة هذه؟ ينظف روحه، معناها يعيش في عيله، لازم المستوى العيش نتاعو يجي في عيله نظيفه، معناها هو ما يختارش روحه، يعني ما يختارش عيلته. ينظف روحه، هو ينظف روحه، ينظف عيلته، ينظف روحه، يهز بوه للجامع، يهز امه للجامع ويعيش هكاك. شنو هي الحاجات اللي نجموا نختاروها باش نبعدوا نتفادوا المرض هذا؟ السلاء، صلاة هي اللي تطهر، هي اللي تطهر كل شيء. ساعات نشوفوا الصغيرات في المدرسة في الكوليج عندهم يعانوا من الأمراض هذه، الكبت، الاكتئاب، تلقاه فرط في الحركة، صغير يتحرك برشا، يبدأ عنده مرض نفسي، تلقاه حتى منعزل على الأصحاب. فمش برشا كيكا راح تكاثرت برشا بالأخص في الوسط المدرسة. خاطر نحن في بيئة، نحن من ولاية نابل، معناها الناس كلها نعيش في مناخ مش عادي تسمح ياسر. ايش المناخ نتاعك؟ المناخ نتاع الناس كل تحب بعضها، الناس كل معناها ما عندناش امراض نفسيه. ما تعانوش منها. عندناش ما نعانوش. ما نعانوش ديما الناس كل مريق، قليل حتى ويجي واحد مريض مرض نفسي تلقاه مش من البلاد هذيك. جاي من تونس، جاي من البلاد. نحن الكابون نعيشوا معناها الناس كل مريق. يعني الاكثريه في نابل ما تعانوش من المشاكل هذيا. قليل. على 100 تقام 30% كيك 20%. المجتمع كيفاش يخزر المريض النفساني كي يمشي يعالج؟ انا حسيت روحي مريض نفساني، باش نمشي نعالج عند طبيب، جارك ولا عمك ولا خالك ولا صاحبك كيفاش يخزر؟ يخزر لك اللي انت تضحك عليه خاطر مهبول. فهمت سؤالي؟ باهي، انا مريض نفساني وانت جاري، كيف اخترت باش نمشي نعالج روحي؟ كيفاش تخزر لي؟ شنو النظرة اللي تخزر لي بها؟ ما انت باش تعالج وتداوي، معناها حط روحك في المجتمع. ثم شكون يقولك المجتمع نخاف نمشي نعالج روحي، المجتمع يستهزئ بيا، يعني يقول يا مهبول وكل. كان هذيك قبل نفس السؤال، معناها قلت لك اضحك عليه، معناها يقول لك اغزل اغزل مهبول، معناها انت هل تنصح بالطبيب النفساني؟ ننصح بيه هاي، وننصح بالعائلة تداوي ولده، معناها العائلة البو والأم ينجموا يداوي ولده هما صحيح صحيح، حتى ما قبل ما يزول الطبيب هما يداوي ولده. ساعات من فرط الفراغ، من فرط الفراغ يركب المرض النفسي. أنا كنت تغلي مع عند ولا التهميش ولا الفقر وإلا تخرج وما لقاش خدمة. بتعلى راه فماش بتعلى، موجودة الخدمة. البطالة هي مرض نفسي، هذيك البطالة هو ما يحبش يمشي يخدم. هل المرض النفسي موجود؟ موجود اي موجود. صادفوك عباد مرضى نفسيين وكيفاش تعاملت معاه؟ ما صادفنيش، صادفونيش. انت حسيت روحك نهار مريض نفساني عندك حاجة عنه؟ الحمد لله رب العالمين، لا نهار كل متفرهد. كيفاش ملقح روحك من الوباء هذا؟ بالضحك واللعب والخدمة والاشتراك من المجتمع برشا، كل شيء تفيد. العب واضحك وشيخ وبعدها تزمر الدنيا كل، ما تمرضش بالمرض النفسي كي. يعني
يعني معديها بضحكة وبلعبة حتى ما توقي روحك من الحاجات هذه كل شيء. حاجات توقي روحك من الحزن، من برشا حاجات، كبي وليحت كل ناحية ديما تحولها. حتى في مواقف يعني مواقف صعبة ما تنجمش ما دامك تخدم على روحك تنتش وتجيب في السوارد معناها وتجيب في الفلوس ما تمرضش مرض نفسي. حسيت روحك مش تطيح في البيج نتاع المرض النفسي تمشي تتلاجأ إلى الليل؟ أكيك مش ديما. يعني أنت مش كانش كي تبدأ كي صحيت وقت مع العسر يسر معنا. مرحبا عايشكم بيك أكثر.